اللهم صل وسلم وبارك عليه وبارك وبارك وسلم 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 وبارك ابنك نبي واسمه حكيم ابن المرد ابنك ابن العيب ابن غليب ابن ذر واسمه قريش وليه تسب البطن القرسية وبابه كوكلا كما جناها جناها إليك ذر ورفضة ابن مالك ابن نظر ابن كنانة ابن قسمد ابن مدغد ابن ليس وهو أول من أهدى بالبردان إلى الرياح بالهرمية وسم نبي سم نبي سم غرسا مذرق الله تعالى ونبى ابن مدر ابن النسان ابن معنى ابن أدنان وذسق نظام الفرائد ابن سم نبان سنة الثانية ورب إلى القرن مهما إبراهيم موسى كان موسى وأبا وارد له بالغيب من الذهب ومن السمية إلى ذهب إسماعيل أسود ومن ذهب معظم به من الذهب درب وفق وقيم الدرية وقيم الرسول أمر صلى الله عليه وسلم واسطة المنتقى نسب نسب الذي هو بهم يقول قال لم تقل لها الجمعة الجوز وانبات يكون سر وفقر أنت به لا تمد الأسماء وأقرن به من أسر من الله تعالى من سبع الجين ورزين رضي في مورد وفي مورد يهديه وروى حافظ الكرمات لمحمد النبا ولم يرسل ان يسمي درب الشقاء فلم يسمي معه من ادم والى امي صراط صرف وادي باسار كريم الباهي بدر بدر في جبين جلدي يا عبد المطلب وبني عبد الله اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما رد عليه برد محمد واذا رجل سنور وادي سؤال واعلم ومن قال ان مقره سلفات من الرسوليه وقص القريب المجيب ان تكون اما للمصطفى ورد في السماوات والارض باعمالها لانوار الزاد وسبع كل من صب ومن غلوب لهبوب نسيم الصبا وقصد الارض بعد تولدت بها من ادبات الحمام السندوسي وعند الثمار وعند الزجار للجاف جلا ونتغب ونتغب بحماله كل دابات بقريس من بيسون عنصر العربية وقرد أسرات والسلام على الوجوه والأفوى وتبشر وصول وحوش المشارك والمغارب ودواء أبوها البحرية وتساد الأوليم من سورة السماء وبسط الجن في أزل الزمن واندقى دكانات وربت رومانية وليد بقبره كل رب كل أمير قبير وفي رسلتا وودن ومود المنام فكيل على أينك قد عملت بسيل الأمير وخير البرية وسمي ذواتي محمد لنا وسعد ملوك ولما ذهب من أمل سهراني على مسار الأقوال المروية دون من المدينة المنوردية منوردية أبو عبد الله وكان قد اجتاز بأقواله بأن يعني من الطائفة النجارية ومكث في مسار سكيما يعني سبا وسبا ولما ذهب من عمله على الراجب على الراجب سعد الرقم أسعد القفرية وعان للزمن أن يجعل أنجل عن جميع مسودا حضر أمه للآدم ولدها شهد ومريام في نسوات من الحجرات القدسية وأخذ المقاد ورده صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الرسول سلام عليك السلام عليك يا رسول
صلوات الله عليك ربي فارحمنا جميعا ومعنا سيئات ربي فارحمنا جميعا بجميع الصالحات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم فَتُبَيِّنْ كَانَ دَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ مَرْمِيٍّ وَمَرْمًى أَدْرُكَ دَرَكَ مِنْ سَلَامٍ عَلَى دَسْلِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَبَرَزَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِيَ يَدَيَّ عَلَى الْأَرْضِ رَبِّ رَبِّي أَرْسَلَ السَّمَاءَ عَلَيَّ وَمَنْ بِذَلِكَ رَبِّي لَسُدَنِي وَعُلُوا مُسَلِّمَ رِفَعِي رِفَعِي قَدْرِي عَلَى سَائِرِ الْبَرِيَّ وَنَلَمْ يُولَدْ يَا سُنَةِ مَوْ وَالزَّجَايَا وَدَدُمُ وَعَبْدُ مُطَلَّ يُمُ طَلِبِهُ وَيَتُوبُ بِيَدِكَ الْمَنِيَّ وَأَقْبَلْ مُسْرِعَ وَنَضَ إِلَيْهِ وَبَلَغُهُ مِنَ السُّرُرِ مُنَوَّلُ وَعُدَ قَلَ الْقَلَ الْبَدَ وقام يده بقلوس النية ويشكر الله تعالى على نبيه عليه وآله صلى الله عليه وسلم من أذيب مغتون مغتون للصراط بيد القدرة الإلهية قيما نيل مقولة به كل لنا يأتي عين أقوكنا قد نجد بعد سبع ليال سوية وأولى ما وتم وسمه محمد وأكرم مسوى أدر الله مضر ذلك المسلم وصلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وضر إلي بلداتي وقوار قوق وقريب قيب أن أسلم وأتي بعمل أبي وإلى مبين مقتلدا ومجتبا فجرة السماء بذا ورد عنها المراد وذو نمر الشيش ورد مرد وذو نمر الشيش الدنيا ورد مد النجوم لي يرد كل رجل في أهل مراقا وذل صلى الله عليه وسلم أنجم الزي وزوريا واستنار بنورها وياد الهرام وروب وقرى جمع نور الضاءت له كسر سمي الكيسرية ورعى فرى من بباب فتاه ما قد داره وما قد وانصر ايوان بالمدائن الكسروية الذي رفع نسر وناسا منكم وسوى وسقى أربع سرة من صرفات الأولوية وقسر ملك كسر الأولي ما صبه وارى وقبل النيرة المعبودة بالممالك الفارسية لدون عبادة المنري ويسرك مي وغضبت ويرد وسوات وقر ما بين أبد وقم من البلاد الأجمية وجفت الكاف وكيف موجة سجادية نبي بعهدك المية وبدع بدي ودي سماوات وهي مفزات بوفي فرد وبرية لم يكن يقبل ما يقول زمان الله وكان من صلى الله عليه وسلم بالمعنى المعروف بالعيروس المكي والمر الذي لا يوجد سجاد سجاد هو ليقتل قلا فاضرب بعام ولدته وفي سرها وفي يومها على اقوال للعلماء مرويا ورجوا عنا قبيل فشر يوم لسنين سنيا شر شر بالاوام من عام ابن النبي صلى الله عليه وسلم عن الحرام وحما اللهم صل وسلم وبارك عليه وارضاه معي وارضاه معي يا رسول مرضاه سيبت الاسلامي الذي اعطى قبول ابننا وفن ان بلادي عليه الصلاه والسلام ببصرى ورضى عنه مبني مسور وعم سلمه وهي من عافيه ورضعت قبله عن سادة الذي وعد في نصرة الدين الصغرى وكان صلى الله عليه وسلم يبعث اليها من المدينه بسلاد وكسوات هي بها حريه الى ان إلى أن أريك لها رائد المنون الدرها وورا إلى على دينك ومن فيها الكم هل في عهد الجاهلية وكيل أسلام وكيل أسلام أثبت الخلافة بن من ذواق ثم راد عنه الفتاة رمض سديات وقد قدر كل من القوم ستيغلي فقريا وأبا فغصب عيسى بعد المقل قبل العصية ودرس ليالي بدر بغد ودرس الأيام بدرنا باللبن اللبن واليمين منهما والبن الآخر أقى وأصبع بعد الخزال والفقر غنيا وسمد الشريف ولديه وسيا وانجب جني بها كل من ملمة والغرزية ودرج سعد برد عيسى الحني وغشيا أدرك الله
اللهم صل وسلم وبارك عليه وكان سلمان وسلم سيدنا ياسين في اليوم سمي سمي باسم سمي سياري من ادبين بين يد ربانية فقال معلق رميه في سلاسي وما سبيل وما سوى قوية في جسيم من سورة السبيل سور ببي سيد تقفوا وسكر ملكان صدره شريف عليه وخرج منه ولقى النموية وزال منه وضع الشيطان وبصلته وصلا وبلى حكمة ومعنيه إيمان صدقة وبخاتم القوة ختما ووزناه فرجا بألف من أمته أمة الخيرية ولسى صلى الله عليه وسلم على أكمل الأوصاف من أهل سبا ثم رده صلى الله عليه وسلم إلى أمه وهي بغير أضر من أن يصاب بما أصاب يدس تخشى ووبرد عليه أهل لما في أيام الخوي في أيام خلية سيدات الولية فعبا من هبا يوفر به با وقادم عليه يوم هنين فقام إليه وقادنه الأريانية وبصد لها بالرداء بالرداء السامي في ميس الضبر ونادى وصي على أسلام مع زوجها والبنين الذرية وقد عدهما بصعبة جمع من صفات الرواه اللهم صل وسلم وبارك عليهم ولما بلغ عليه الصلاة والسلام 4 سنين عرج بهم إلى المدينة النبوية ثم عاد فوافى بأبواه يربص برجل وفاة فما أنت وحدنا دموعا لنبسها التي زوجها بعد من زيد بن حارثة مولاه ودول جدي أبد المطلب ودمه إليه ورفعه على رقية وقال إن البني أزال زان نزما فبين المهين ما ورفعه ولا ولم تزل في سباه جوا ولا تلقت نفس نبيا وقصير ما قصاب اغتصب بمن زمزم ولما أنيت ببناء جد أبد المطلب مطايا المنية فقال له أبو طالب زكي أبد الله وقام بقبالة بأسر قوية ومت وهمية وهمية وقدم أول نفس والبنين ورب ولما فرشنا سرنا سرى نبي صلى الله عليه وسلم أمود إلى البلاد السمية ورب الرائب بوهره بما هذا من وسلوة وهوى وقال إني أرى زيد العالم ورسول الله ونبيا ورسجر سجر ولا أرزر ولا يسجدان إلا النبي أوى وإن نادي دونته في الكتب القديمة السماوية وبين غتفيه وتم نبوة قدمه نور على وأمر أمه برده إلى ما قدمت عقوبا عليه من أهل دين يهوديا فرجع به ولم يجاهد ولا يجاهد من السام المقدس بصرا اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 25 سنة سافر إلى بصرى في تجارة يديجة الأواتية ومعه غلامها ميسرة يهدم عليه الصلاة والسلام ويقوم بما أنا ونزل تحت شجرة لدى زومة نسطورة رهب نصرانية فرفه الراهب إسمال إليه ذي الولوار وهو وقال ما نزل تحت هذه شجرة قط إلا النبي يوسف مكية ورسول قد أسأل الله تعالى بالفداء جوابا ثم قال لميسرة في عينين أمرت الاستخارة للعلامة الحبية فأجابه بنا وقال دائما سنه به وتوقع وقال لميسرة لا تفارق وكمه بسلك عزم وصل سوية فإنه ممن أقربه الله تعالى بالنبوة وجذب ثم عاد إلى مكة فرته وخديجة مبدلة ويا بين نسمة بعليا وملكان على رأسه الشريف من وجه الشمس قد أصلى وأخبرها ميسرة بأنه رأى ذلك في السفر كل وبما قال له الراهب وعاده لديه من الوصية وجاب الله في تلك التجارة ربا ولما فبان اليديجة بما رد وما سمع لأنه رسول الله تعالى إلى البرية الذي يسأل الله تعالى بالقرب واصطفى وضبطه وخطابته لنفسها لتسمى من الإيمان به برية وعبر صلى الله عليه وسلم أمامه بما أداته إليه هذه البرة التكية وراغب فيها لفضل ودين وجمال ومال وأسب ونسب كل من القوم يهوى
وخطب أبو طالب وأثنى عليه صلى الله عليه وسلم بعد أن عمد الله بمحامد الصنيع وقال هو والله له نباء عظيم يعمد فيه مصرا وزوجها منه صلى الله عليه وسلم أبوها وكلا أمها وكلا أخوها لسابق السعادة الأزلية وأولدها كله على أولاده صلى الله عليه وسلم إلا الذي باسم خليل سمى اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 35 سنة بطن قريش لقد بدا انسداد بسيول الأبطية وتنازعوا في رفع أجر أسود وكل ما راد روى رجا وعزم الكيل والقال وتعلوا على القتال والقوية العزبية ثم تدعوا إلى الإنصاف وهو ذو الأمر إلى زرع صائب وأنا وقام بتحكيم أول داهن من باب سدنات السبية وكان النبي صلى الله عليه وسلم أول داهن فقال هذا الأمين وكل نقل ونرضى وعبره بأنه رضوا أن يكون صاحب الحكم في هذا الملم ووليا ووضع الحجر في ثوبه ثم أمر أن ترفعه القبائل جميعا إلى مرتقى ورفعه إلى مقر من ركن هذه البنية ووضعه صلى الله عليه وسلم بهذه الشريفة في الموت العنا وبنا اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما كمل له صلى الله عليه وسلم 40 سنة على أبو بكر قال لذوي العالمين بعثه الله تعالى للعالمين بصيرا ونذيرا فمبرا ومبديا إلى تمام زدة الزور بالرؤيا الصادقة الجاهلية وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلك سبيا داسنا أسنا وإن ابتديها برؤيا التمرين القوة البصرية لئلا يفجأه الملك البصر نبوذ الفلات قواه قوى وهبب إليه علاه فكان يتعبد بإراء ليالي العددية إلى أن أتاه به سريع لك ووفى وذلك في يوم الاثنين لسبع عشرة ليلة من سهر الليلة القدرية وسمى قوال لسبع أو لأربع وعشرين من أو لزمان من سهر المولد التي بدا فيه بدر مهيا وقال له قرب بابك تغطى قوية وأوقد قريش به صلى الله عليه وسلم كل أنزية وأما الطائفة يده ثقيفا فلم يحسن بالإجابة كرا وقروا في السباء والأبيد فصبوا بألسنة بزية اللهم صل وسلم وبارك عليه. ثم أسري بروحي وجسدي يكرة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ورياحة مثل قلبي والطاوية وافده من نار نمرود وافا ثم رمي إلى سدرة المنتهى إلى أن سمع شريف اللفظ في الأمور المقضية إلى مقام المكافأة الذي كرمه الله فيه وأدنى ومتى له بل أنوار الجلال وراه بعيني رأسي من غدرة الربوبية مارا وبسط له مسط الإلهي في الجمال الستيا وفرد عليه وعلى أمتي أمتين صلاة ثم ظل أصحاب الفرل فردت إلى أمسين أماليا ولا جرب الهمسين كما زاه في الأسل وكدا ثم عاد في ليلتي فصدقه الصديق في مصر وكل سيكل ورويا وكسبت قريش وارتدمر الله الفيطان وأقوان Puan mau nilalo iya kubru kerampe-rampe melebina nabi kemumpue pole ripama setanannya papa selamata Allahumma salli wa sallim wa barik alaih.
ثم أردنا ابتغاء الكبين بأنه رسول الله في الأيام الموسمية فآمن به ستة من الأنصار قصصهم الله بردا وجمعهم في القائم اثنا عشر رجل وما يوم يأتن وكيا ثم انصرفوا فدار الإسلام وفي المدينة فكانت مكيله ومأواه وقدم عليه في الأيام ثلاث سمون سوى ثلاثة أو همسة وامرأتان من القبائل الأوسية والخزرجية وما يوم أمر عليهم اثني عشر نكيم الهدية السراء وهاجر إليهم مكة محمد ومن هو آخر أنبياء بسرعته وورم بمعنى وبعلي ذواكب أمن البر والسلام والأعمال إخلاص النية وتنجى لكل من الحاضرين والقائبين وتلبوهنا وتخلي سلام من عمل عسر سوات والأدواء القلبية وتوافق لنا من العمل بك ظلنا وتوافق لنا من الآمان بك ظلنا وتوافق لنا يا مولانا من الآمان بك ظلنا آمين وتغفر قلوب محمد وبلي وتجعل ممن أهواه هوى وتجعل لنا من حسن اليقين قدوة يا ذا الجنية وتمحنا كل ذنب جنينا وتمحنا كل ذنب جنينا وتمحنا يا مولى كل ذنب جنينا آمين وتستر لكل من عبا وجزر وسرا وإيا وتسر لنا من صالح الأعمال ما استغفر وتعم جمعنا من أدم من الخسائر ملك الثانية برحمة ومغفرة وتنجو وتجمع من سواك كدا اللهم إنك جعلت لكل سائل مقام مسجد ولكل زرج ما ملكك ورجا ومقعد وقعد سناك رجينا ملكك لدنيا فاقق لنا ما منك رجونا فاقق لنا ما منك رجونا فاقق لنا يا مولانا ما منك رجونا آمين اللهم عمل الرعاة وزل الرعاة والرعية وعدم الأجر لمن جعل هذا الخير في هذا اليوم وأجرا اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام من الرخية وسلم وسلم على أول قدر تجلي الحقيقة الكلية وعلى آله وصحبه ومن أسر وولى مصنفات فاتر أذان من وصف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم توكل على النار توكل محمد وعلى صومه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم dari tapa
Tenda biasa. Buat yang di sini? Iya, di depan sini lah sebelum hujan. Jadi yang sama santer sama Kak Deng? Ada kak? Ada yang bilang? Yang biasa. Dia bilang sih begitu. Alena, telponin boleh nak? Mau apa eh? Kamu tahu Alena juga kakek? Iya. Nanti mau dia lancar. Ya nanti kalau ada nunya kasih tahu aku kak tendanya. Malah bawa kelakuan dia sendiri nak. Nolangnya usilayangi sarari hatiku ajak memadoko Yeah.
jazahum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar yawma idzin tuhan ibu ahlaraha bi Yeah.
Sampai jumpa di video selanjutnya.
Thank you.
Kurang buka macam ni, rimun rina perih.
Yeah.